معكم حضورنا ومشاركينا الكرام مع الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر مركز تطوير التعليم، المؤتمر الدولي الأول للتطوير الأكاديمي في التعليم العالي، رؤية جديدة لعهد جديد. في هذه الجلسة ستتنوع الأبحاث تحت مظلة واحدة بعنوان التنمية المهنية في التعليم العالي. يدير الجلسة الثانية الأستاذة الدكتورة سعاد الفريح من جامعة الكويت قسم المناهج وطرق التدريس، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا يشرفنا أن نكون بين هذه الكوكب الرائعة من الباحثين، والتي طبعا وهذه الجلسة الرائعة التي يتبناها مركز تطوير التعليم، ممثلا طبعا بمركز تطوير التعليم وبقيادة الدكتورة المتميزة الدكتورة عائشة العازمي. طبعا جلسة اليوم سوف تتناول الحديث، سيكون مركز بإذن الله عن التنمية المهنية وما وفي الواقع هذا التنمية المهنية لها ثقل كبير كما نعلم في على جميع المستويات، سواء كان على مستوى التعليم العالي أو حتى المستويات الأقل. وبالتالي لدينا اليوم ثلاثة من المحاضرين، الدكتورة لولو صالح عبد الرحمن العامر، ومعها زميلة مشاركة الدكتورة فاطمة علي الخطيري، ثم الدكتور ناصر بن سعود بن عبد العزيز الرئيس، وننتهي بمحاضرة للدكتورة بدرية بنت راشد بن علي الهادي. وطبعا سوف نقدم المحاضرين اتباعا حسب جدول الأعمال. نبدأ الآن بالدكتورة اللولو صالح عبد الرحمن العامر، موجودة دكتورة. طبعا بالنسبة للدكتورة، السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة للدكتورة اللولو صالح عبد الرحمن العامر، هي أستاذ الإدارة والتخطيط المساعد بجامعة المجمعة، مستشار إدارة التخطيط والتطوير بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية. تولت مناصب قيادية عديدة في الجامعة، حيث كلفت وكيلة للشؤون الإدارية والمالية بالكلية، وكذلك وكيلة للجودة ووكيلة لشؤون الطالبات. عملت في العديد من اللجان بالجامعة، منها لجنة أبحاث الأقسام النسائية بجامعة المجمعة، لديها العديد من الأبحاث العلمية في مجال القيادة والإدارة. شاركت في تقديم العديد من الورش والدورات التدريبية في العديد من القطاعات الحكومية والخيرية. طبعا لو تفضلت يا دكتورة اللولو، لديك 15 دقيقة، نرجو التقيد في الوقت حتى نتيح الفرصة للآخرين، للمتحدثين الآخرين، وبالتالي أيضا يكون هناك فرصة للأسئلة، ويكون الجلسات ثرية في الواقع، تثير أسئلة يعني من خلال العرض. ولذلك نتمنى إن شاء الله تحفز هذه الجلسات الكثير من الأسئلة للتحاور دور في الموضوعات المطروحة. تفضلي دكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أصحاب السعادة، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. في البدء أتقدم بالشكر الجزيل للجنة العلمية واللجنة التنظيمية للمؤتمر، ممثلة بسعادة الأستاذ الدكتور فايز الضفيري رئيسا للمؤتمر، والشكر موصول لسعادة الدكتورة عائشة العازمي. بالحقيقة ما نغفل الدور الذي تقدمه سعادة الدكتورة عائشة في تسهيل أعمال المؤتمر. أيضا الشكر موصول لسعادة البروف سعاد في إدارة هذه الجلسة. في هذه الدقائق اليسيرة بإذن الله سأتحدث إليكم عن متطلبات التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية الحكومية. تشهد الجامعات في ظل المتغيرات المتتابعة العديد من التطورات العلمية والتقنية، والتي أسهمت في تطوير وتوظيف المعرفة المتنوعة في شتى مجالاتها والتكيف معها، وذلك من خلال قدرة أعضائها التدريس للاستجابة الفاعلة والمنتجة لذلك، حيث تعتبر الجامعات إحدى مؤسسات المجتمع التي يقع على عاتقها مسؤولية المشاركة في تحديد التقدم والتنمية من خلال القيام بوظائفها المختلفة التي تتضمن التدريس، البحث العلمي، كذلك خدمة المجتمع.
إضافة إلى دورها المتجدد كمنتج المعرفة، حيث أصبحت الجامعات مؤسسة إنتاجية تساهم في الإنتاج عن طريق البحث والاستشارات العلمية. إن التعليم الجامعي يعد من الركائز الأساسية التي تسهم في تكوين الفرد والمجتمع، كما تسهم الجامعات في تنمية الموارد البشرية بما تمتلكه هذه الجامعات من قوى بشرية وكوادر مؤهلة لدفع عملية التنمية. نحن الآن أيضا الشريحة مؤكد... الأولى دكتورة. أي فعلا تمام دكتورة. نعم. أيضا نؤكد على أنه الجامعات تشهد تغيرات متلاحقة يتطلب تخطيط علمي سليم لبرامج التنمية. من الأهمية أيضا بمكان أنه نؤكد على أن الجامعات السعودية وفق الرؤية السعودية، يمكن القول بأن رؤية المملكة 2030 تضمنت العديد من الأهداف التي تسعى لتحقيقها في قطاع التعليم، حيث يعد الارتقاء بقدرات ومهارات منسوبي التعليم أحد أهم هذه الأهداف. اهتمت رؤية المملكة بضرورة المواءمة بين مخرجات المنظومة التعليمية واحتياجات سوق العمل، كما وأن أهم أهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم في ضوء برامج التحول الوطني 2030 تحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم. أيضا إحنا نراهن على أن الدول المتقدمة تعمل على الجامعات لها دور في قيادة عجلة التطور والتنمية للمجتمعات، أيضا لأعضاء هيئة التدريس بشكل إيجابي وفعال من خلال ما تمتلكه من موارد أو إمكانيات مادية واقتصادية، أيضا من خلال الجهود العلمية المتواصلة والعطاء الفكري المتميز لأعضاء هيئة التدريس. بالنسبة للتعريف بالجامعات السعودية، نذكر أنه في المملكة العربية السعودية عدد من الجامعات، حيث بلغت الجامعات السعودية الحكومية 29 جامعة، وتعتبر الجامعات السعودية نقلة كبيرة في التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، ذلك من حيث عددها وانتشارها في العديد من مناطق المملكة. هدفت المملكة العربية السعودية من وراء إنشاء وإطلاق هذا العدد الكبير من الجامعات إلى أن تساهم هذه الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات، سواء اقتصادية واجتماعية وغيرها، في المناطق التي أنشئت فيها، حيث بلغت الجامعات الحكومية 29 جامعة، وبلغت الجامعات والكليات الأهلية 36 جامعة. توزعت هذه الجامعات على مختلف مناطق المملكة، سواء في المنطقة الوسطى، في المنطقة الشرقية، في المنطقة الغربية، في المنطقة الجنوبية، في المنطقة الشمالية، هذا فيما يخص الجامعات الحكومية فقط. أيضا كذلك في الجامعات الأهلية تنوعت في مختلف المناطق وخدمت جميع فئات المجتمع. أيضا نقول جاءت هذه فكرة هذه الدراسة وهدفت هذه الدراسة للوقوف على واقع التنمية المهنية بالجامعات السعودية، وأيضا الكشف عن أهم متطلبات التنمية المهنية لأعضاء الهيئة التدريسية، حيث تمثلت مشكلة الدراسة بشكل عام وبشكل سريع حول ما متطلبات التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، تفرع من خلال هذا السؤال الرئيس سؤالان، اللي هو ما واقع التنمية المهنية، ودراسة هذا الواقع من خلال الأدبيات والدراسات التي تحدثت عن برامج التنمية المهنية في الجامعات السعودية، سنتحدث عن جزء يسير منها. أيضا متطلبات التنمية المهنية من خلال اللي هي الوظائف الأساسية للجامعات السعودية. أيضا نذكر أنه ماذا تعني التنمية المهنية بشكل سريع، اللي هي برامج تقدمها الجامعات السعودية ممثلة بإدارة الجامعة وقيادة الجامعة لأعضائها التدريس لتحسين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لقيامهم بالأدوار الموكلة إليهم بكل كفاءة وبكل فاعلية وتحسين من جودة الجامعات. متطلبات التنمية المهنية، قد نذكر أنه عدد من متطلبات التنمية المهنية بشكل سريع، اللي هي قد يكون التركيز على التطوير المستمر وتعزيزه لدى أعضاء هيئة التدريس، أيضا تأكيد على وجود قيادة قوية توفر الدعم المستمر لجميع اللي هم أعضاء هيئة التدريس على حسب رتبهم العلمية، توفير كذلك المعارف والمهارات نحو تطوير أعضاء التدريس وتنميتهم، الاهتمام وهذا جزء مهم بمتابعة
تطوير أعضاء هيئة التدريس التأكد بالفعل على مدى وصول تطويرهم والهدف المطلوب في تطويرهم وتحقيق هذا المتطلبات لدى أعضاء هيئة التدريس. بالنسبة للجوانب أو مجالات التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس، قد أربطها أنا في هذه الورقة أو بهذا الجزء اليسير، أنه يمكن تصنيف التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس وفقاً لأدوارهم المهنية، وهي الأساسية لأدوار الجامعات في المملكة العربية السعودية والجامعات بشكل عام، من خلال دور الجامعة في التدريس ودور الجامعة في البحث العلمي ودور الجامعة في اللي هو خدمة المجتمع. من ناحية التنمية المهنية لدور في التدريس، اكساب مهارات التدريس الجامعي وتطويرها من خلال استخدام طرق التعلم الجديدة ووسائل التقنية الحديثة، اتقان طرق اعداد المنهج وطرق بناء التقويم ووسائله الحديثة، ايضا تنمية المهارات الفردية لدى اعضاء التدريس لتتوافق مع المتغيرات والتحديات الحالية الجديدة او التحديات المستقبلية، ايضا من خلال دور التنميه المهنيه في البحث العلمي بشكل مختصر، ايضا تطوير مهارات اجراء البحوث العلميه وتنميه القدرات على قياده فريق البحث العلمي داخل الجامعات، مساعده اعضاء هيئه التدريس على اداره الوقت لتحقيق بذلك التوازن بين واجبات البحث العلمي وبين الواجبات الوظيفيه الموكله عليهم في الجامعه، ايضا التاكيد على المام اعضاء هيئه التدريس بكيفيه كتابه ونشر المقالات العلميه المتخصصه من خلال استخدام الحاسب الالي في مجال البحث العلمي وما يتبع ذلك. ايضا اخيرا دور الجامعات في خدمه المجتمع، تكون التنميه المهنيه في خدمه المجتمع وتنميه البيئه الاجتماعيه من خلال التاكيد على اهميه الجامعات في خدمه المجتمع وتنميه البيئه وتقديم الاستشارات العلميه. أيضا تساعد الجامعات على وضع تصورات ومقترحات يمكن أن تقدمه الجامعات لتحقيق التقدم للمجتمع السعودي والمجتمع والمجتمعات الأخرى بشكل عام. تساعد أيضا الجامعات أعضاء التدريس في التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة وامتلاك مهارات التواصل، وهذه نقطة مهمة يمتلكها أعضاء التدريس في الجامعات للتواصل مع المؤسسات ومع الأفراد وطريقة التأثير بذلك. ايضا راح اركز على اللي هو التنميه المهنيه في عدد من الجامعات السعوديه. بالحقيقه الجامعات السعوديه زي ما شفنا اعدادها كبيره، انا راح احدد بعض الجامعات في مختلف المناطق. في البدايه بنتكلم عن جامعه الملك عبد العزيز. احنا قلنا او ذكرنا انه مما سبق اهتمام الجامعات السعوديه بشكل ملموس بالتنميه المهنيه لاعضاء التدريس، حيث يوجد في معظم جامعات المملكه العربيه السعوديه مراكز للتطوير المهني. تتميز هذه المراكز بالحداثه وارتباطها ايضا بوكالات الجامعات للتطوير والجودة. تتنوع فيها برامج وأساليب التنمية المهنية، حيث يكون تركيزها في مجال التدريس ثم البحث العلمي زي ما ذكرنا، وكذلك في مجال خدمة المجتمع. جامعة الملك عبد العزيز قد يكون لها سبق من بين الجامعات السعودية في هذا المجال من خلال إنشائها مركز متخصص للتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع الجامعات العربية والعالمية المتقدمة. أيضا تسعى الجامعة للتميز في هذا المجال وتوحيد الجهود في الجامعات الأخرى. أيضا نذكر أنه جامعة الملك عبد العزيز لها دور في إنشاء مركز التطوير التعليمي، وهذا المركز يخدم أعضاء التدريس في الجامعة وغيره. أيضا يسعى إلى تنمية وتطوير مهارات التدريس البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس، ترسيخ استخدام التقنية في مجالات التعليم والتعلم، تقويم جودة الأداء التعليمي، تنمية المهارات الشخصية والإدارية، تنمية مهارات التعلم والاتصال لدى أعضاء هيئة التدريس. أيضا قد يكون من ضمن التنمية المهنية لطلبة الجامعة. أيضا من الأهمية بمكان أنه أذكر أنه جامعة الملك عبد العزيز لديها دبلوم اللي هو دبلوم القيادات. هذا الدبلوم على يقدم ورش على مدى 11 أسبوع كل فصل دراسي لمختلف أعضاء هيئة التدريس في جامعات المملكة العربية السعودية. هذا الدبلوم خاص برؤساء ومشرفي الأقسام التعليمية في الجامعات السعودية. بالحقيقة أنا عضو من فريق اللي هو الدبلوم الثالث
في جامعة الملك عبد العزيز، وسعيدة جدا لانضمامي لهذا الدبلوم لأنه في الفعل نقلة نوعية لأعضاء هيئة التدريس، تطويرهم مهنيا، تطويرهم أكاديميا، تطويرهم إداريا، أيضا تطويرهم علميا من خلال عدد من الورش، من خلال اللي هم المعنيين بتقديم هذه الورش. أيضا من الجامعات اللي هي في المملكة العربية السعودية في التنمية المهنية، نذكر على سبيل المثال اللي هو جامعة الملك فيصل في منطقة في مدينة الأحساء في المنطقة الشرقية، تضم عمادة التطوير الجامعي وحدة للتنمية المهنية، حيث خصصت عمادة التطوير والتعليم الجامعي وحدة متخصصة تقوم وتشرف على الأنشطة المختلفة المتعلقة بتطوير وتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس. نفذت عدد من البرامج، نفذت عدد من اللي هي دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، وبرزت أثر هذا التدريب وهذا التطوير. أيضا من ضمن الجامعات اللي هي جامعة الباحة، قد أكون أنا أخذت من مختلف الجامعات اللي هي الجنوب الشرق أيضا الغرب. جامعة الباحة في جنوب المملكة أيضا كانت من عمادة تطوير التعليم الجامعي، تسعى إلى تطوير الذاتي المستمر لتنمية القدرات المهنية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة من خلال تقديم عدد من البرامج وتنمية، وركزت على تنمية المهارات الإدارية للقيادات الأكاديمية، تطوير وتنمية الجوانب المهنية لأعضاء التدريس في المجال التدريس والبحث العلمي، خدمة المجتمع كذلك، أيضا تطوير القيادات الإدارية والكادر الإداري، إنشاء وتطوير اللي هي أعضاء هيئة التدريس من خلال التدريب على التقنية الحديثة وما إلى ذلك فيما يخدم البيئة التعليمية في الجامعة. نحاول دكتورة، نحاول إذا عندك جامعات أخرى على عجالة أدخل في، لأن ورقتك عن متطلبات التنمية حتى تنورينا بالموضوع هذا وبالتالي توصياتك لو تكرمتي. طيب أبشري. أيضا في جامعة الملك سعود، جامعة عريقة في المملكة العربية السعودية، تم إنشاء عمادة تطوير المهارات التابعة لوكالة التطوير والجودة، يعني في زمن قديم اللي هي 2007 تقريبا، تقدم دورات تدريبية تطوير لأعضاء الهيئة التدريسية. أيضا تستهدف عمادة تطوير المهارات في برامجها المهارات الشخصية، تركز على المهارات الشخصية المهنية، أيضا المهارات التقنية اللي تخدم بالفعل التغير الحاصل في المملكة العربية السعودية، أيضا المهارات الأكاديمية والتدريسية كذلك، تركز على المجال البحثي والمهارات البحثي والمهارات القيادية والإدارية. أيضا ذكرنا في البداية أن مهارات التواصل نقطة مهمة ومهارة لابد أنها يمتلكها أعضاء هيئة التدريس للتواصل مع المؤسسات المختلفة الخارجية في خدمة المجتمع، اللي هي أيضا من أيضا البرامج اللي قدمتها جامعة تدرسين دكتورة لو سمحتي. يعني طيب ننتقل لي اللي يعني هي إلقاء الضوء على الجامعة، أنا أعتقد بما قل ودل سيتيح الفرصة صراحة لتتبعها من الجمهور، وبالتالي دعينا نركز على بعجالة على توصياتك وإذا في نتائج سريعة. طيب أبشري سعادة جلستي لو سمحتي. أيضا ننتقل إلى ختام هذه الورقة بنتائج الدراسة، ضرورة تنفيذ برامج التنمية المهنية للأعضاء بالجامعات بناء على خطط علمية مقننة، تسهم هذه الخطط في تطوير وتحسين الأداء والتركيز على المتغيرات الحالية للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية والجامعات، أيضا لتواكب بما يخدم التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس، أيضا إنشاء منصة إلكترونية عن أهم مراكز التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس محلية وعالمية، والعمل على تطوير وتحسين وظائف الجامعة التي تساعد في تنمية وتطوير اللي هم أعضاء التدريس، استثمار أوقات أعضاء التدريس بما يخدمهم مهنيا، أيضا من خلال زيادة الاهتمام بالمهارات التدريسية، أيضا إعطاء فرصة لأعضاء التدريس بالمشاركة بالمؤتمرات والندوات، بذلك يكونون علاقات وبذلك يكون نوع من التواصل، تعزيز الثقافة الإبداعية لدى أعضاء التدريس. أخيرا الحد من صعوبات برامج التنمية المهنية
الإلكترونية في الجامعات والعمل على تجاوزها من قبل الإدارة الجامعية. وفي الختام أشكر الجميع على الحضور والاستماع، وأشكر وأتمنى لكم مزيدا من التوفيق، وشكرا لك سعادة البروف سعاد على إتاحة هذا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتورة اللولو اللي استعرضت لنا ورقة متطلبات التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية الحكومية، والتي يعني أعطتنا خلفية رائعة عن أعداد الجامعات الحكومية والأهلية، وبالتالي ركزت على ما المقصود بالتنمية المهنية ومتطلبات ثم مجالات التربية المهنية من تدريس وبحث علمي وخدمة مجتمع، وطبعا أنهت بنتائج جميلة موجهة لكيفية الاستثمار في مجال التنمية المهنية، وخاصة الآن مع الجائحة التي نمر فيها، والاهتمام الآن بشكل كبير بقضية تكنولوجيا المعلومات. ننتقل الآن إلى المحاضر الأخ الدكتور ناصر. موجود الدكتور ناصر؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام والرحمة. عندنا المحاضرنا الثاني الدكتور الفاضل الدكتور ناصر بن سعود بن عبد العزيز الرئيس. وطبعا بالنسبة للدكتور ناصر، طبعا محاضرينا جميعا يتمتعون بخلفية ثرية في المجال. هو أستاذ الإدارة التربوية المشارك ووكيل التطوير والجودة في عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة في الإدارة التربوية من كلية التربية بجامعة الملك سعود، كذلك حاصل على الزمالة المهنية في التعليم العالي. كلف الدكتور الرئيس بالعديد من المهام القيادية والأكاديمية، رئيس قسم، وكيل عمادة، عميد، كذلك مارس مهام المدرب والمراجع الأكاديمي المعتمد، ومستشار تربوي عديد من الجهات الحكومية والإصدارات من الكتب. كذلك حضر العديد من المؤتمرات والمنتديات والندوات العلمية، وأشرف وصمم العديد من الدورات التدريبية. الدكتور ناصر سوف يعرض علينا أفكار تتعلق بموضوع تضمين الممارسات التأملية في التنمية المهنية المستمرة لأعضاء هيئة التدريس. طبعا حضرت من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وهذا أيضا موضوع أخذ زخم وثقل كبير، اللي هي قضية الممارسات التأملية سواء على مستوى التدريس أو على مستوى التنمية المهنية. تفضل دكتور ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أشكركم على إتاحة الفرصة، أشكر جامعة الكويت وسعادة مديرها الأستاذ الدكتور بدر الدوي، وأيضا أشكر سعادة رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور فايز الضفيري، وسعادة مقرر المؤتمر الدكتورة عائشة العازمي، واللجنة العلمية على تحت هذه الفرصة، والشكر أيضا موصول لسعادة الأستاذ الدكتور سعاد الفريح رئيس الجلسة. طبعا في البداية أحب أني أعرض لكم لكل من اختار أرقى المهن البشرية، قال الله يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أبنائكم، ثم قال إن الله وملائكته أهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوتة ليصلون على معلم الناس الخير. هدية لكم جميعا. الآن ودي بس نسأل في البداية، لماذا نضم الممارسات التأملية في التنمية المهنية المستمرة لأعضاء هيئة التدريس؟ حقيقة وجدنا من يعني كثير من الدراسات تؤكد على أن التنمية المهنية المستمرة مهمة جدا لأعضاء هيئة التدريس، وهي ضرورة عصرية عشان ترفع من مستوى كفاءتهم، واتجهت الكثير من الجامعات لإنشاء مراكز متخصصة في ذلك، ويمكن الورقة السابقة أكدت على هذا الأمر، وأكدت أيضاً على اهتمام كثير من الجامعات السعودية عليها. والغرض الأساسي هو الوصول للتميز والإبداع في التعليم الجامعي. في ظل جائحة كورونا وظروف التدريس الطارئة، ومع تعقيدات العمليات التعليم والتعلم اللي حدثت والضغوط النفسية الكبيرة على أعضاء هيئة التدريس، توجب على الجامعات أنها تعزز ودعم وتحفيز أعضاء هيئة التدريس التعامل مع إجراءات التعليم القصري عن بعد وغيرها من الضغوط المختلفة الناتجة عن الجائحة. وكان ذلك من خلال تطوير برامج التنمية المهنية تعزز من أثر هذه البرامج وتساهم في تعزيز المهم المهني، وبينعكس بالتالي على ثقتهم في أنفسهم وعلى زملائهم اللي شاركوا معهم مثل هذه التجارب. وكانت تنطلق من مفهوم تكريس التعلم مدى الحياة لديهم،
ووجدنا أن كثير من الدراسات تشير أن التدريس والتعلم التأملي مهم في التطوير المهني لتحسين ممارسات التدريس، ويمكن أيضا أن يساعد استخدام الأصدقاء الناقدين في عملية التفكير في التدريس، وهذه كثير من الدراسات أشارت إلى ذلك. فأتت الفكرة أن نطبق هذا البرنامج في جامعتنا بالاعتماد على الممارسات التأملية، ويكون قائم على أدلة نربطهم بكفاءة القرن 21 عشان يعززون مشاركة تطوير كفايات الطلاب لوظائف المستقبل، وتعزز من قدراتهم البحثية والتقنية، وتساعدهم في استخدام ممارسات ودوات جديدة ومبتكرة ما استخدموها قبل كذا، وتكون قائمة على تجارب علمية مطبقة وممارسة أكاديمية معتبرة وموثوقة. القصة بكل بساطة، طبقنا البرنامج كان يستهدف تحسين ممارسة التعليم والتعلم من خلال تعزيز مهارات البحث العلمي لأعضاء هيئة تدريس نحو دراسات تتناول ممارسات التعليم والتعلم الجديدة في مجال تخصصهم، وأنهم يدمجون التقنية في تنفيذ الممارسات الجديدة، ويستثمرون البيئة الافتراضية وبرامج التدريب عن بعد كأدوات فعالة في التنمية المهنية. هذه المبادئ اللي إحنا اعتمدناها في بناء البرنامج: ممارسات تأملية، التنمية المهنية المستمرة، التعلم مدى الحياة، المشاركة، تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مهارات القرن 21، الرفع من مستوى المهارات البحثية والتكنولوجية، التعلم القائم على الكفايات والتعلم القائم على المشاريع، وتطوير ممارسات التعليم والتعلم باعتماد على الحقائق، وتقويم الأقران ودوائر التعلم. هذه مبادئ 11 اللي انطلقنا فيها في بناء هذا البرنامج، وشفنا كيف أن إحنا الواقع الحالي في التطوير الأكاديمي اللي إحنا نمارسه، وكان عندنا برامج كثيرة ومنوعة ولكن ما كنا نستخدم الممارسة التأملية فيها، كيف نحسن هذا الواقع؟ قلنا نضيف هذه الممارسة دعماً لتجارب التطوير المهني داخل الجامعة ولأعضاء هيئة التدريس، وتوفير فرص مختلفة ومتنوعة ونوعية لهم عشان تتاح لهم المجال لتطوير ممارساتهم في التعليم والتعلم. هذا هو التدخل اللي اقترحناه، أن يكون عندنا برنامج تدريبي مدمج، ويكون في دعم وتوجيه من مجموعة من خبراء التعليم والتعلم الحاصلين على الزمالة الأكاديمية، وأيضا نطبق ممارسة التوجيه المنتورشيب بين خبراء الدراسة، ويكون في دوائر التعلم ومراجعة الأقران، وهي أيضا هذه الممارستين موجودة عندنا بس دخلناها في البرنامج التدريبي، ونعتمد كثيرا على التفكير التأملي، والهدف أن هذه الممارسة تعزز استثمار الممارسة التأملية في ممارسة التعليم والتعلم، وتوفر فرص لأعضاء هيئة التدريس تطبيق وتبادل الخبرات في ممارسة التعليم والتعلم من طرق واستراتيجيات تدريس وتقويم مختلفة. هذا النموذج حقنا. بكل بساطة نموذجنا اللي احنا اقترحناه، نطلب من عضو هيئة التدريس أنه يبحث عن ممارسة جديدة أو يفكر. طيب خليني بس أعرض فقط هذه المبادئ اللي ذكرناها. ممتاز، لأن الآن دخلت في مثل إحنا نقول بالكويت الزبدة. إيه زين صحيح. العمود الفقري ل ل ل هذا هو النموذج. نعم هذا النموذج. فإحنا نقول العضو هديس ابحث عن ممارسة جديدة أو طور ممارسة حالية، وخطط كيف يعني تنفذ هذه الممارسة، لماذا وكيف تجيب على الأسئلة دي، لماذا كيف متى أين، والنتائج إيش النتائج من تطبيقك لهذه الممارسة الجديدة أو تطوير الممارسة الحالية، نفذها بالتعاون مع طلابك، ثم شارك ما قمت به في دوائر التعلم وتقويم الأقران، ثم تأمل أعمال العقل بذلك. كل هذه الخطوات اللي يأخذها عضو هيئة تدريس تكون من خلال وجود علاقة ممارسة التوجيه المنتورشيب، يعني في توجيه له ودعم له مستمر خلال أخذه لهذه الدائرة. طيب إيش الخطوات؟ دكتور ناصر، بس لو تكرمت، هل في شريحة فيها المبادئ 11 في بناء البرنامج؟ نعم، هذه المبادئ طال عمرك. هذه المبادئ 11 اللي احنا اعتمدناها. اي دكتور، هذه اللي عرضتها بس على عجالة، لان هي تعتبر اللي على اساس انطلقت لبناء النموذج. صحيح، هذه هي المبادئ 11 اللي احنا يعني اعتمدناها، وقلنا احنا ان هذا النموذج اللي امامكم اعتذر حقيقة إذا سوينا العرض يتوقف ما أدري ليش، فبعرضه بالطريقة ذي. هذه الخطوات اللي إحنا استخدمناها، هو برنامج تدريبي يتناول المواضيع اللي قدامكم، كتطوير مهارات البحثية وبناء شبكة مجتمع بحثي، واستخدام التكنولوجيا تعزيز مشاركة الطلاب التعلم عن بعد، واستخدام استراتيجية التعلم القائم على الكفايات، التعلم القائم على المشاريع، والتعلم النشط، وتطبيق الممارسات التأملية في ممارسات التعليم والتعلم. هذه دربناهم لمدة 5 أيام على هذه المواضيع. بعد كذا قلنا نطلب من كل عضو هيئة تدريس أن ينفذ خطة تحسين، نطبق عضو هيئة تدريس ممارسة جديدة في فصول الدراسة،
ويراجعها في من قبل الزملاء باستخدام نموذج دائرة التعلم. عندنا نماذج سويناها صممناها بذلك، ويكتب عضو هيئة التدريس نتيجة إعمال عقله التأمل، ويعني يكون ذلك من خلال تقديم الدعم من قبل مجموعة من أعضاء هديس الحاصلين على زملاء أكاديمية في التعليم العالي البريطانية. وبحل أسبوع 12 من الفصل الدراسي الأول يتم جمع ملف الإنجاز وأفضل الممارسات المطبقة نعرضها في يوم البحث العلمي. هذه المخرجات اللي احنا خرجنا فيها، كان على سالة تدريبية 16 ساعة، وعدد أعضاء هديس اللي دربناهم 154، شارك 82% منهم في تنفيذ ممارسات جديدة في التعليم والتعلم، وساهم ذلك في تعزيز مجتمع الممارسين التأمليين، وتم ملف بناء ملف إنجاز من قبل 82% منهم، كانت تحتوي على النماذج الثلاثة: مراجعة الأقران ومرئيات ما بعد الزيارة والتأمل في ممارسة جديدة. هذه الملفات، هذه النماذج اللي استخدمناها، هذا نموذج مراجعة الأقران، طبعا احنا انتجناها باللغة العربية واللغة الإنجليزية، عندنا بعض الهديس يتكلمون العربية، وتم تعبئتها من قبلهم، وقدم كل واحد فيهم ملف إنجاز بما نفذه. إيش التأثير طويل الأمد اللي كنا نؤمن أن هذا سوف يحدث؟ تحسين بالبداية عملية التعليم والتعلم، وتعزيز ممارسة التطوير المهني المستمر جعلها جديرة بالاهتمام، تعزيز المزيد من التطوير في التعليم والتعلم من خلال التعلم من هذه التجربة، نتعلم إحنا ونطور أنفسنا أيضا، وطرح النموذج على مستوى الجامعة والجامعات الأخرى، وتغيير في ممارسة التعليم والتعلم مدى الحياة لأعضاء هديس من خلال الممارسات التأملية والممارسات القائمة على الأدلة. أهم النتائج، كان في نتائج شوي يعني غريبة شوي، يعني اتفق 63% أن هذه الممارسات أو هذا النموذج التدريبي كان فاعل في تنميتهم المهنية المستمرة، و19% منهم قالوا أنهم يتفقوا بدرجة متوسطة، 55% منهم كانوا يقولون أن هذه ساعدتهم بتوفير مجموعات من الممارسات التعليم المناسبة خلال الجائحة، و26% قالوا أن هذا شيء نفذ بطريقة متوسطة، 70% منهم قالوا أن هذه الممارسات اللي سويناها تساهم في التعلم من خبرات الزملاء ومشاركة أفضل الممارسات في التعليم والتعلم بدرجة عالية، و13% اتفقوا بدرجة متوسطة، 65% منهم قالوا أن هذه التجربة رفعت من مستوى ثقتهم بمهاراتهم وقدرات زملائهم، و 18% شافوها بدرجة متوسطة، 50% قالوا أن هذه الممارسة ساهمت في تحسين مستوى رضا طلابهم عن مهارات التدريس. عندنا استبانة إحنا الطلاب يقيمون فيها أعضاء التدريس، فوجدوا 50% أن هذه الممارسات اللي طبقت معهم أو اللي استخدموها كانوا شركاء في تنفيذها ساعدت في تحسين رضا طلابهم عن مهارات التدريس الخاصة فيهم، و 19% اتفقوا بدرجة متوسطة، 68% قالوا أنها عززت من علاقاتهم المهنية بزملائهم من أعضاء هيئة التدريس، و 16% رأوا أن هذا الشيء كان بطريقة متوسطة. التوصيات اللي خرجنا فيها أن تحسين عمليات التعليم والتعلم من خلال تطبيق برامج قائمة على التفكير التأملي، وحقيقة في الأسئلة المفتوحة اللي احنا سألنا فيها مجموعة اللي شاركوا معنا من أعضاء هيدريس كانوا يشيرون إلى ذلك، وأيضا نهتم بشكل أكبر بممارسة التنمية المهنية المستمرة، لأن البرنامج حقيقة هو لمدة 12 أسبوع، عضو هيدريس جزء من هذا البرنامج، وفي مخرج نهائي اللي هو ملف الإنجاز، فشارك لمدة 12 أسبوع في تقديم ممارسات تعليمية جديدة تدخل من ضمن مفهوم التنمية المهنية المستمرة، دعم المزيد من التطوير في التعليم والتعلم خلال التعلم من هذه التجربة، وتغيير في ممارسة التعليم والتعلم مدى الحياة لأعضاء هيئة التدريس من خلال الممارسة التأملية والممارسة القائمة على الأدلة، تضمين مثل هذه البرامج يعزز خوض تجربة تعليمية بالتأكيد محسن الطلاب، والنتائج السابقة وضحت ذلك لأنهم أشاروا إلى تحسين مهارات التدريس لدى أعضاء هيئة التدريس اللي حضروا هذا البرنامج. في الأخير أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة الدكتور علي ورداني كان شريكي في بناء هذا البرنامج، وأيضا لسعادة الدكتور محمد رضا وسعادة الدكتور عبد المعيد مسلم وسعادة الدكتور أحمد خطيري، كلهم حاصلين على مجموعة كاملة حاصلين على الزمالة المهنية في التعليم العالي، شاركوا معنا في تطوير وتنفيذ الأدوات ومراجعتها وتطبيقها خصوصا الأدوات اللي ذكرناها الثلاثة، والشكر لجميع من ساهم في البرنامج وشارك فيه لأنهم هم كانوا في قصة نجاح هذا البرنامج، جزاكم الله خيرا. شكرا دكتور ناصر، شكرا لتقيدك بالوقت لما هذه المحاضرة الشائقة. طبعا واضح ان حضرتك تناولت نموذج واعد في مجال قضية التنمية المهنية، وجمال انه يرتكز على 11 مبدأ في بناء هذا البرنامج، وطبعا مستمر 12
12 أسبوع، والله هذا أمر قريب أن الأساتذة مهما تذمروا من الموضوع هذا. طبعاً الشيء الجميل أيضاً حرصكم على اللي هي تتبع اللي هو الترانسفير اوف تريننج، اللي هو انتقال أثر تدريب، وأنا أعتقد هذه خطوة تحسب لكم بشكل كبير. شكراً جزيلاً، أكرر شكري لك. الآن ننتقل إذا سمحتوا حضراتكم إلى المتحدث الثالث. المتحدث الثالث من سلطنة عمان الشقيقة الدكتورة بدرية بن راشد بن علي الهادي. الدكتورة بدرية دكتورة من جامعة السلطان قابوس، تخصص الإدارة التربوية، رئيسة قسم بوزارة التربية والتعليم، مهتمة بالسياسات التعليمية والتنمية المستدامة، ولديها العديد من المشاركات في المؤتمرات الدولية. الدكتورة بدرية في الواقع سوف تتحدث عن موضوع التحديات التي تواجه التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان. فمثل ما شايفين حضراتكم الجلسة بكاملها عن التنمية المهنية، حتى يعني أنا أتوقع أنها تقدم يعني منظور جميل من عدة زوايا. تفضل دكتورة بدرية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم عموما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء شكرا الله جزيلا. تقيد بالوقت إن شاء الله. إن شاء الله. الشكر الجزيل لك بروف، الشكر الجزيل لإدارة المؤتمر، الشكر الجزيل للحضور. طبعا مثل ما قال الدكتور ناصر، السؤال هو لماذا الممارسات المهنية؟ وأنا قبل أن أنتقل للموضوع يعقب، اليوم هناك حاجة ضرورية ليس فقط للممارسات، وإنما التأمل في الممارسة المهنية. لو كل شخص جالس يتأمل في ممارسة المهنية، هذا ترى بيؤدي إلى شيء كثير. لو قلت لأن هذا التأمل الرفلكشن، ما فقط يعني إني أنا جالسة أشوف هذا الأداء بقدر ما جالسة أقيم نفسي إلى أين سأصل، وبالتالي البحث عن التغذية الراجعة لتطوير ذاتي. والسؤال الأكبر هو لماذا التنمية المهنية؟ هناك حاجة كبيرة للتنمية المهنية، خاصة في هذا الوقت مع هذه المتغيرات التي نعيشها اليوم. من لا يتجدد يتقادم، المعلم كان في وزارة التربية والتعليم أو في وزارة التعليم العالي أو أي مؤسسة، يعني إن لم يطلع فهو قد يتفاجأ أنه ممكن طالب عنده المعلومات اللي هو يمتلكها، طالب اللي يمتلك هذه المعلومات أضعاف ما يمتلك الأستاذ أو ما يمتلك المعلم. فبالتالي اليوم التنمية المهنية يجب أن تكون حاضرة في كل فكر، ليس في فكر المعلم والأستاذ في الجامعة، حتى ولي الأمر في الأسرة. اليوم يأتيك ابنك ليسألك عن كذا وكذا، تتفاجأ لا تعرف هذه المعلومة، فالقراءة والاطلاع والبحث عن المعرفة يجب أن يكون حاضرا لدى الجميع. طبعا لماذا التنمية المهنية في سلطنة عمان؟ الحديث عن التنمية المهنية كالحديث غالباً في كل دول العالم. لماذا؟ لأن هناك دور كبير للتعليم العالي، دور تؤديه الجامعات والكليات للارتقاء بمستوى المخرجات التعليمية، أيضاً المواكبة متطلبات التنمية الشاملة والتنمية المستدامة وتطوير المجتمعات وبناء الإنسان لتحقيق الريادة. أيضا يمكن الدول اللي عندها تعليم عالي كبير أيضا تجدها متقدمة. بالتالي لماذا التنمية المهنية لعضو هيئة التدريس؟ لأن عضو هيئة التدريس هو ركيزة من الركائز وعنصر رئيس من عناصر التعليم العالي، فلذا لابد من تأهيله وتطويره مهنيا، وأن يبنى بأنواع المعرفة المختلفة ليكون هذا المعلم أو هذا الأستاذ الجامعي قادرا على أداء وظائفه الأساسية بكفاءة عالية، من بحث علمي، من تدريس، من خدمة مجتمع إلى غير ذلك. إذن فالتنمية المهنية مطلب ضروري وحاضر لجميع، ليس فقط عضو هيئة التدريس وإنما لجميع العاملين في التعليم العالي، ليكون على قدر مواكبة هذه المستجدات الحادثة في العالم وهذه المستجدات والتغيرات الحادثة على مستوى المعرفة. في سلطنة عمان هناك ما يقرب من 69 مؤسسة تعليم عالي حكومي، هناك 27 مؤسسة تعليم عالي خاص، منها 9 جامعات خاصة. هذا العدد الكبير يمكن بالنسبة لعدد السكان لدينا عدد كبير، يعني عندنا كثير عدد جامعات وكليات، حتى وصلنا إلى نسب عالية من الخريجين تقريبا في الهندسة والعلوم، لدينا حتى على مستوى العالم بالنسبة للخريجين. هذه الأعداد كان على مستوى خريجين بالنسبة لعدد السكان أو حتى بالنسبة لعدد الجامعات والكليات، تجعلنا يعني نتساءل عن
مدى حضور التنمية المهنية أولا قبل أن نتحدث عن تحديات التي تواجهها؟ هل التنمية المهنية في مؤسساتنا حاضرة؟ لا سيما وأن هناك تطلعات كثيرة منوطة بالتعليم العالي. رؤية عمان تكلمت عن طموحات عالية جدا، صحيح ممتدة إلى 2040، لكن طموحات عالية فيما يتعلق بالتعليم وتصنيفات الجامعات، كان جامعة السلطان أو غيرها من الكليات على مستوى العالم. أيضا الاستراتيجية الوطنية للتعليم استراتيجية متطلعة تحوي عدد من التوصيات التي تتعلق بأهمية أن يواكب عضو هيئة التدريس طموحات، وبالتالي يجب أن إيش؟ دكتورة بدرية، أنت الآن على شريحة واحدة صح؟ أيوة على شريحة لازلنا الثاني. وبالتالي أيضا يجب أن يتطلع هذا العضو هيئة التدريس إلى أن يبني نفسه ليصل إلى مستويات عالية تواكب هذه الرؤية وتواكب الاستراتيجية، تواكب طموحاتنا كعمانيين في التعليم العالي. لماذا الحديث عن التنمية المهنية ولماذا الحديث عن موضوع هذا الدرس؟ لأن هناك مشكلة تتعلق بهذه الدراسة. تتعلق بماذا؟ عندنا هنا عندنا شركات كثيرة يعني توظيف يعني أعداد كبيرة من الوافدين نتيجة لعدد الجامعات الموجودة، وبالتالي هناك أيضا عندنا شركات توظف هذه الوافدين أو حتى بعضها قامت بتوظيف عمانيين في التعليم العالي، وإحنا ما نعرف هل هذه أيضا شركات التوظيف تتقيد بالمعايير العالمية في تعيين أعضاء هيئة التدريس أم لها اشتراطات نوعية المؤهلات التي تأتي بها. فهذا كله يتطلب إيش؟ أن نواكب هذه التطلعات من خلال إعداد وتنمية عضو هيئة التدريس. هناك لدينا إشكاليات أيضا تتعلق بمخرجات التعليم العالي، في إشارة إلى أن سوق العمل يشتكي من بعض المخرجات لا سيما المتعلقة بتلك التي خرجت مخرجات التعليم العالي الخاص. هناك ضعف في التقنيات، شيوع للتلقين والكم. هناك أيضا لدينا بعض المعوقات المتعلقة بالبحث العلمي، وهذه لماذا هنا يا بدرية؟ طبعا هذه تتعلق إيش؟ عندك معوق في البحث العلمي وأيضا معوق في التنمية المهنية لدور البحث العلمي في الارتقاء بعضو هيئة التدريس. عضو هيئة التدريس الباحث المتطلع الذي يكتب في دراسات كثيرة، يبحث عن المعلومة هناك، يناقش ذاك، يدرس ذاك، فطبعا متطلع ويبني نفسه. في حال أن هذا البحث العلمي يعاني من مشكلة، إذا هناك مشكلة أخرى تتعلق بالتنمية المهنية. أيضا هناك بنينا هذه المشكلة أيضا في التوصيات التي أشرت إليها قبل قليل والتوجهات الوطنية التي تؤكد على أهمية تنمية عضو هيئة التدريس ليكون مواكبا لطموحات المرجوة. وبالتالي فكانت أسئلة الدراسة وقفت ما واقع التنمية المهنية؟ قبل أن نبحث عن التحديات نبحث عن هذا الواقع، ما التحديات التي تواجه التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس، وهل هناك فروق تتعلق طبعا تختلف من حيث نوع المؤسسة، من حيث التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس، من حيث سنوات الخبرة أو المؤهل الدراسي، وصولا إلى ما الآليات المقترحة لتطوير التنمية المهنية للتغلب على هذه التحديات. حدود الدراسة، الحدود الموضوعية اقتصرت هذه الدراسة على الكشف عن واقع التنمية المهنية والتحديات التي تواجه من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بمجالات البرامج التدريبية، إدارة المؤسسة. تفضلي دكتورة لو تكرمتي ممكن نروح للنتائج، لأن من يهتم بالتفاصيل سوف يرجع إلى الورقة لو تكرمتي. إن شاء الله. التنمية المهنية يمكن دكتورة لولو عطتنا فيها تعريف وعضو هيئة التدريس، طبعا المنهج منهج كمي واستبانة ومقياس ثلاثي لقياس الواقع. أيضا هناك الاستبانة كانت من 55 عبارة فقط للمعرفة، أعضاء هيئة التدريس 378 لأنها شملت التعليم الحكومي والخاص. الأساليب موجودة. ما واقع التنمية المهنية؟ هذا هنا جاب على الأسئلة. ما واقع التنمية المهنية بمؤسسات التعليم العالي؟ أظهرت نتائج الدراسة أن واقع التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس يتراوح بين الدرجة المتوسطة والضعيفة. والسؤال الثاني، ما التحديات التي تواجه التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم؟ كشفت أن أكثر التحديات تلك التي تتعلق بالتمويل، يليها البرامج التدريبية فإدارة المؤسسة وعضو هيئة التدريس وآخرها القوانين الإدارية. العبارات التي جاءت كأكثر العبارات قلة التمويل لبرامج التنمية المهنية وهذا يتعلق بجانب التمويل، وقلة توافر الوقت لدى عضو هيئة التدريس وهذا يتعلق بعضو هيئة التدريس. بالنسبة للفروق، أبانت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا تعزى إلى متغير نوع الكلية
لصالح مؤسسات التعليم العالي الحكومي، لأن فعلا هي مستوى التنمية المهنية عندها أعلى من مستوى التعليم عند التنمية المهنية عند التعليم الخاص، وبالنسبة لمتغير التخصص لصالح العلوم التطبيقية، وتوجد فروق أيضا دالة لمتغير سنوات الخبرة لمن هم سنوات الخبرة 5 سنوات فأقل، وتوجد فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير مؤهل الماجستير. ما الآليات؟ الآليات طبعا بالنسبة للبرامج التدريبية راح تلاحظوا مجموعة من الآليات وضعناها، تحديد وحصر الاحتياجات، شمولية البرامج التدريبية، مراعاة الاحتياجات التدريبية أيضا، مو فقط نضع برامج تدريبية لمجرد الوقت أن نضع، هل هي تراعي احتياجات هؤلاء أم لا، أيضا موائمة وقت تقديم البرامج، هل متناسب هذا الوقت معهم أم لا، التقييم وهذا ضرورة، تقييم العائد التدريبي لبرامج التنمية المهنية واختيار المدربين من ذوي الكفاءة. بالنسبة لإدارة المؤسسات أن تكون هذه التنمية أحد أهم الأولويات، فتح وحدة للتنمية المهنية، إعداد خطة سنوية، إقامة المؤتمرات، تعزيز مشاركة أعضاء هيئة التدريس وتحفيزهم، تشجيع الإعارة المحلية والدولية لأعضاء هيئة التدريس. بالنسبة لعضو هيئة التدريس أهم شيء تخفيف الأعباء عنه، يعني إحنا مثل ما نلاحظ أعباء كثيرة كان على مستوى التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع إلى غير مشاركته في لجان وغيره، فعضو هيئة التدريس يحتاج أن تخفف عنه بعض الأعباء، الاهتمام بعضو هيئة التدريس الوافد أيضا جنبا إلى جنب، مثل الاهتمام بالمواطن، المشاركة الفاعلة أيضا في البرامج، والاهتمام بالتطوير المهني الذاتي، وهذا مثل ما بدأت أؤكد عليه اليوم، تطوعك أنت كعضو هيئة التدريس في تنمية نفسك مهنيا هذا واجب، وليس يعني فقط لمجرد، هذا واجبك الأساسي، المشاركة البحثية المستمرة والحرص على تبادل الخبرات. بالنسبة للقوانين الإدارية يجب أن تكون هناك متابعة ومساءلة لعضو هيئة التدريس عن هذا الجانب، تفريغه للمؤتمرات، مكافأته، توجيهه للبحث العلمي لأنه جدا مهم، وبالنسبة للتمويل تخصيص ميزانية محددة، زيادة المخصصات والتنسيق هذه مهمة، نسق مع القطاع الخاص لتمويل هذه البرامج، والاستعانة بالتقنية أيضا في توظيف التنمية المهنية لتقليل المصروفات. توصيات: التركيز على مجالات التنمية المهنية ككل وليس لجانب دون آخر، وبناء علاقات شراكة مع القطاع الخاص لتمويل خطط البرامج التنمية المهنية، توجيههم للمشاركة البحثية الفاعلة، عضو هيئة التدريس الباحث هو بشكل أو بآخر مطور لذاته، التقييم المستمر والتغذية الراجعة لكل البرامج التي تقدم، والتركيز على حث أعضاء هيئة التدريس عن المشاركة البحثية وتفعيل المنصات اليوم لتؤدي هذا الدور. شكرا جزيلا لكم لحسن الاستماع بروف، وللحضور جزيل الشكر على الاستماع، وأتمنى أني قدمت ولو إضافة بسيطة في هذا الجانب. شكرا دكتورة بدرية، شكرا. طبعا دكتورة بدرية تناولت موضوع أيضا مهم يتناول التنمية المهنية وأبرز التحديات من تمويل برامج تدريبية، إدارة المؤسسة، عضو هيئة التدريس، قوانين إدارية، وأهمية توفير الوقت لعضو هيئة التدريس. طبعا انتهت بآليات مقترحة لمواجهة مثل هذه التحديات. طبعا مثل ما تعرفون حضراتكم دائما هذه الجلسات ما يميزها صراحة الجزء المخصص للأسئلة والإجابة، لأن هي اللي يفترض أن تثري الجلسة. لدينا سؤال من الجمهور للدكتور اللولو، وأيضا سؤال للدكتور ناصر. نروح للدكتور ناصر، موجود؟ نعم، تفضل سؤال دكتور. بالنسبة للسؤال الموجه لحضرتك، ما هي الصعوبات التي واجهتكم أثناء تطبيق نموذج الممارسات التأملية؟ طيب، الصعوبات أول حاجة أنك تغير طريقة التفكير، ما هو شيء سهل، وخصوصا أنك قاعد يعني تطبق ممارسة جديدة، فكان في صعوبة شوي في تقبل أعضاء هيئة التدريس لهذه الفكرة، ولكن عالجناها. أن احنا قلنا لهم مش مطلوب منك أنك تغير تغييرات جذرية أو تغييرات كبيرة، مطلوب منك تغير تغييرات بسيطة جدا، شوف ممارسة بسيطة جدا في التعليم والتعلم، سواء كانت أداة تقويم أو منهجية بسيطة في تدريس محتوى محدد من المقرر الدراسي اللي تقدمه خلال الفصل الدراسي مدة أسبوع أسبوعين، وحاول أنك تطبق شيء جديد وتشارك يعني طلابك فيه، وتشارك بعد كده دائرة التعلم معك وتقويم الأقران. مع الوقت ومع التوجيه اللي قدمه الموجهين الموجودين في البرنامج، قدرنا نوصل أن تقريبا 82% من الأعضاء اللي دربناهم يعني قدموا في الأخير المطلوب. باقي الآن الدور يعود أن تقدم شذرات والآخرين هم اللي يلتقطونها ويبنون عليها، الدور يعود لهم عاد أنهم يستمرون في تنفيذ الدائرة. يعني الموجهين موجودين، والآن كل عضو هيئة تدريس يريد أن يستمر في تطوير مهارات التعليم والتعلم لديه ينفذها وفق هذه الدائرة.
أيضا ربطنا عشان بس عشان تكون الأمور واضحة عشان تخفف الصعوبات، ربطنا أيضا الموضوع مع رئيس القسم. يعني إحنا ما جينا قلنا العضو هيدريس في مقرر مثلا الفيزياء غير ورئيس قسمك ما يعرف أو المنسق المقرر ما يدري، فلازم يكون كلهم مربوطين داخل هذا النظام ومن خلال دوائر التعلم المعتمدة في القسم. فكانت القضية شوي صراحة مش صعبة كثير، يعني كانت قضية ميسرة ولله الحمد. الحمد لله. هي ورقة، هي ورقة منشورة؟ والله إحنا الآن في إجراءات النشر طال عمرك الآن إن شاء الله. إن شاء الله أن يكون لنا نصيب نقرأها بعد ما تنشر ونستعين فيها. شكرا دكتور ناصر، شكرا. سؤال للدكتورة بدرية، هل نتائج الدراسة والصعوبات اللي تواجه التنمية المهنية ارتبطت بوقت عمل الدراسة وهو خلال الجائحة؟ لا لا لا، ما كانت متعلقة بالجائحة، ما ارتبطت بوقت الجائحة وتطبيق الجائحة. في الواقع في سؤال الذي في عندك أي إضافة بعد أيضا دكتورة؟ لا هي ما ارتبطت بالجائحة، هي بالوقت الموجود يعني ممارسات الأعضاء هيئة التدريس الفعلية. في سؤال نرجع لك يا دكتور ناصر، شكرا دكتورة بدرية. دكتور ناصر في سؤال، ما الاستراتيجيات التي استخدمها أعضاء هيئة التدريس في ممارستهم التأملية؟ أم اقتصروا على ملف الإنجاز فقط؟ طيب الاستراتيجية اللي احنا استخدمناها حقيقة كانت حاولنا نبسطها بأقصر طريقة ممكنة، يعني بوريكم هذا، طلبنا منهم أعطناهم أسئلة. يعني ممارسة جديدة لأعضاء هيئة التدريس ما هي بشكل يعني اللي مارسوا قضية النماذج التأملية صعبة، تحتاج وقت ومو من السهل إنك تنفذها. فقمنا عطناهم أسئلة، عطناهم تعليمات وعطناهم أسئلة يجاوبون عليها، والموجه يتابع هذه الإجابات، ووجدنا في الأخير إن في صعوبة شوي إنك تعبر عن تجربتك، ما هي بشيء بسيط، ولكن هذه الصعوبة تكون في البداية فقط. فهذه الاستراتيجية اللي احنا استخدمناها، استراتيجية الأسئلة في تحقيق مفهوم التأمل. فترة الدراسة كم أخذت منكم فترة الأدوات تطبيقها وإلى آخره؟ طيب احنا العادة نسوي في كل بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني نعمل برنامج تطوير مهني. فكانت الفكرة ان بنسوي شيء جديد، فعندنا الزملاء حصلوا على الزمالة المهنية وأنا واحد منهم، فمرينا بتجارب في وقت الزمالة المهنية كانت تركز على مفهوم التدريب التأملي والتأمل في تطوير الممارسات التعليمية. كان عندنا أدتين موجودات أصلاً، ما إحنا نطبقها في يعني جامعتنا اللي هو أداة دائرة التعلم وأداة تقويم الأقران، أضفنا الأداة الثالثة فقط. واللي أضاف حقيقة الدكتور عبد المعيد مسلم هو اللي عمل عليها، اعتماداً أن عندنا في مقرر دراسي مهارات الاتصال نطبق إحنا أصلاً هذه الأداة، نطبقها طلابنا، طورناها، أخذنا نموذج معين للتفكير التأملي وطبقنا بناءً عليه هذه الأداة. كنا نستخدم معدل في المقرر الدراسي، طورناه أنه يكون مناسب لأعضاء هيئة التدريس وخليناه على طريقة الأسئلة، لأنه وجدنا هو أسهل ممارسة أن عضو هيدريس ينفذها، ما تأخذ منه وقت، ما يكون متضايق بسبب الضغوط أصلاً. ما نبي نزيد الضغوط على عضو هيدريس، نبي نخليه يمارس ممارسة يستمتع فيها. لذلك كنا نحاول نقدم الدعم الكافي واللازم. لذلك تقريباً الإعداد والتنفيذ للبرنامج أخذ 3 أسابيع، تنفيذ البرنامج التدريبي أسبوع، عضو هيدريس اشتغل 12 أسبوع، بعد 12 أسبوع إحنا وصلتنا ملفات الإنجاز، قمنا بعملية التقويم والتحليل إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني يعني، والنتائج موجودة عندنا، يعني تقريبا صار لها يعني فصل وزيادة، النتائج حقتها موجودة في البحث يعني. نعم. إن شاء الله أنكم يعني تشرف ننشر بمشيئة الله وتطلعوا. نعم. إن شاء الله جهد طيب دكتور. يعني صراحة الجلسة ممتعة، قضية التنمية المهنية هذه تعتبر يعني العمود الفقري صراحة للتجديد مثل الينبوع بالنسبة لعضو هيئة التدريس. فالواقع في ختام الجلسة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لمتحدثينا الأفاضل الدكتورة لولو صالح عبد الرحمن العامر،
وزميلتها الدكتورة فاطمة علي الخضيري، طبعا لم تكن موجودة، من جامعة المجمعة. الدكتور أيضا الشكر موصول للدكتور ناصر بن سعود بن عبد العزيز الرئيس من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وأيضا للدكتورة بدرية بنت راشد بن علي الهادي من وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، وشكر موصول إلى مديرة مركز تطوير التعليم الدكتورة عائشة لإتاحة الفرصة صراحة لهذه الكوكبة الرائعة من الباحثين للاجتماع والالتقاء افتراضيا من خلال هذا المؤتمر الرائد، وأيضا إلى الأستاذ الدكتور فايز الضفيري عميد كلية التربية لرعايته لمثل هذه المؤتمرات، وأيضا مدير الجامعة لمباركة لمثل هذا الإبداع الفكري الأستاذ الدكتور بدر الديوي. وشكرا لكم، شكرا جزيلا للحضور ولمساهماتكم وتطعيم الجلسة بهذه الأسئلة الثرية. شكرا جزيلا، حفظكم الله، مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.